نفى الفنان أحمد كمال الزوج السابق للفنان عبلة كامل ما تردد حول تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بمرض السرطان، وكتب أحمد كمال عبر صفحته الخاصة على موقع الفيسبوك: الفنان عبلة كامل بصحة جيدة وما تردد عن حالتها الصحية اليوم كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة على حساب فنانة كبيرة. ده البوست اللي حطه اليوم 10 نوفمبر 2020، وده الزوج الأول لعبلة كامل أحمد كمال. وكان خبر إصابة النجمة عبلة كامل بمرض السرطان وتدهور حالتها الصحية قد انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل وسط أنباء حول تكتمها وأسرتها على الخبر طوال الفترة الماضية. يذكر أن آخر ظهور فني للنجمة عبلة كامل كان منذ 3 سنوات تقريبا، وهو الجزء الخامس من مسلسل سلسال الدم. الفنانة المصرية القديرة عبلة كامل فنانة كوميدية جميلة من مواليد 17 سبتمبر 1960. بدأت في حياتها الفنية في مسرح الطليعة مسرح الدولة، وتألقت مع الفنان محمد صبحي في وجهة نظر، ودي صور ليها معاه في المسرحية، طبعا مسرحية جميلة. هي حاليا حوالي 60 سنة عمرها دلوقتي، ربنا يديها الصحة. وتابع وجهة نظر الكثير من الأعمال الفنية التي أبرزت تميزها، وكان المسلسل المصري الشهير لن أعيش في جلباب أبي مع الفنان نور الشريف هو أولى خطوات مشوارها نحو الشهرة والتألق. طبعا مسلسل محبوب للمصريين كلهم والوطن العربي كله، تألقت فيه بشكل كبير هنا مع بناتها، كان في حنان ترك، وادي هنا مع نور الشريف، كلنا فاكرين المسلسل الجميل ده هو. وظلت الحياة الشخصية لهذه الفنانة الرائعة غامضة وغير معلنة لجمهورها، حتى إن أغلب متابعيها لا يعرفون شيئا عن زوجها الأول ووالد بناتها، وهو الفنان والممثل والمخرج الكبير أحمد كمال. ده الزوج الأول أحمد كمال اللي هو نفى تدهور حالتها الصحية. تزوجت منه في بداية حياتها وأنجبت منه 2 وانفصلت عنه في أوائل عام 2000، ثم تزوجت بعد ذلك من الفنان القدير محمود الجندي الله يرحمه. من أشهر أعمال الفنان أحمد كمال قبلات مسروقة ومواطن ومخبر وحرامي والكيت كات وأحلى الأوقات وأحلام حقيقية. دي عبلة كامل طبعا قبل الحجاب وبعد الحجاب، دي صور نادرة ليها في بدايتها، ده أحمد كمال الزوج الأول لعبلة كامل. وفي عام 2003 تزوج محمود الجندي من الفنانة عبلة كامل، وانتهى زواجهما بالانفصال سريعا، ليتزوج محمود الجندي بعد ذلك من ابنة الفنان جمال اسماعيل. وقد فاجأت النجمة المصرية المحبوبة عبلة كامل منذ 5 أعوام جمهورها الكبير بخبر زواجها من الفنان المصري القدير محمود الجندي، إلا أن الزواج لم يكتمل لتنتهي العلاقة بالطلاق بهدوء ومن دون أي أسباب من الطرفين تحت شعار اسمه ونصيب. المعروف عن الفنانة عبلة كامل أنها ارتدت الحجاب عن قناعة، وقد فاجأت به زوجها السابق محمود الجندي، مما دفعها ذلك لاعتزال الفن لفترة، وذلك لشعورها بتأنيب الضمير بعد أي عمل تظهر فيه متبرجة أو بصورة واضحة، إلا أن زوجها السابق الفنان محمود الجندي اللي هو دي صورته طبعا فنان قدير ومعروف،
كان محمود الجندي ضد فكرة اعتزالها الفن، لأنه يعتبر أن الفن ليس حراما، وقد أشار لها أن وجودها في الوسط الفني مهم، كما أنها تستطيع تقديم برامج دينية أو اجتماعية عبر شاشات التلفاز. هنا بعد ما ارتدت الحجاب، هذا وقد تزوج محمود الجندي في بداية حياته من السيدة ضحى حسن، وأنكب منها 3 بنات وولد، والمخرج أحمد الجندي، واستمر زواجهما حتى لقيت حتفها عام 2001 إثر اندلاع حريق في منزلهما. ده محمود الجندي اتجوز 3 مرات، أولهم ضحى. الجدير بالذكر أن الفنانة عبلة كامل مؤخرا صورت عدة أدوار كوميدية، ومن أبرز أدوارها في فيلم سيد العاطفي مع تامر حسني، وفيلم خالتي فرنسا مع الفنانة المحبوبة منى زكي. هنا مع طلعت زكريا الله يرحمه، وهنا لقطات من أفلامها مع محمد سعد. دي صور جميلة ليها خلال مسيرة حياتها، مسيرة فنية جميلة. وهنشوف بقى حكاية بصورة بنتها، حيث تداول عدد من المواقع الإخبارية صورة للفنانة عبلة كامل وبوريها فتاة في منتصف العشرينيات من عمرها، وأكد البعض أن هذه الصورة تجمع بين عبلة كامل وإحدى بناتها. ولاقت الصورة اهتمام كبير من جمهور عبلة كامل ومن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، إلا أن الفنانة نادية العراقية كشفت عن حقيقة هذه الصورة، وأكدت أن الفنانة التي مع عبلة كامل في الصورة هي ابنتها وليست ابنة عبلة كامل. وأكدت نادية العراقية أنها اصطحبت ابنتها معها أثناء تصوير مشاهد مسلسل سلسال الدم، حيث طلبت منها أن تلتقط صورة تذكارية مع بطلة المسلسل عبلة كامل، والتي لم تمانع بالطبع، إلا أنها فوجئت بعدها بانتشار الصورة على الفيسبوك على أنها صورة لعبلة كامل وابنتها. آدي الصورة اللي قالوا إن ديت بنت عبلة كامل، ولكن ظهرت الحقيقة إن هي بنت نادية العراقية. وادي صور للبنت مع والدتها الحقيقية نادية العراقية. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا